أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم ومن هدي أصحابه رضي الله عنهم أنهم إذا أسروا أسيرا من الكفار وأرادوا قتله أنهم يذبحونه كما تذبح الشاة؟ يعرضون عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا فهم بالخيار، إن شاءوا رأوا الفدية أن الفدية أحسن افتدوا، وإن رأوا أن قتله أحسن يقتلون. هذا راجع إلى ولي الأمر، ويذبحوا على أي صفة كان، بالسيف بالسكين بأي صفة كان، المهم أنه لا يعذبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فلا يعذب، إنما يقتل بالوسيلة المريحة المزهقة لروحه. نعم.